هنكمل مع بعض وندخل على العملية الأخيرة اللي معانا النهاردة، وهي عملية الكنترول ريسورسز. طبعا دي في مرحلة ايه؟ في مرحلة المونيتورينج اند كنترول. هنبدأ بتعريف العملية والهدف منها. طبعا تعريف العملية الكنترول ريسورس هي عملية بيحصل فيها ضمان ان الموارد المادية المعينة والمخصصة للمشروع متوفرة كما هو مخطط. يعني انا كنت مخطط ان انا عايز مثلا وعملت وخصصت موارد على انشطة، فبتأكد هنا هل هي متوفرة في الوقت المناسب وبالعدد المناسب حسب ما انا مخطط ولا لا. وطبعا هنا بقارن حاجتين ببعض، الاستغلال المخطط مقابل الاستغلال الفعلي للموارد والقيام بالاجراء التصحيحي. طبعا هنا الهدف الاساسي من العملية ضمان وبتأكد ان الموارد اللي تم تعيينها متاحة موجودة، هل هي موجودة في الوقت المناسب في المكان المناسب، تمام، وتم طبعا تخصيصها في الأنشطة المناسبة ولا لا، وأخيرا تم تسريحها في لما خلاص أنا ما عدتش عايزها في المشروع. هندخل على الـ inputs والـ tools والـ technique والـ outputs. طبعا عندنا أول عملية وهي عملية سوري اول مدخل عندنا هو البروجكت مانجمنت بلان، اكيد بيحتوي على الريسورس مانجمنت بلان. طبعا هي الخطه اللي كانت بتقول لي هاو، ازاي هعمل استيميت، ازاي هعمل اكواير، ازاي هعمل ديفلوب، ازاي هعمل مانج، وايضا ازاي هعمل كنترول على الريسورسز. طيب دلوقتي هندخل سريعا دلوقتي على الانبوتس اللي موجوده عندنا، هنكمل باقي الانبوتس عندنا. انا هنا في عملية كنترول، خلي بالك جميع عمليات الكنترول بيدخل كانبوتس الورك بيرفورمانس داتا. داتا يعني ارقام، بيانات اولية جيالي من الموقع، لكن لسه معرفش هل هي كويسة ولا لا، هعرفها بعدين لما احلل. يعني ايه بقى؟ يعني طب ايه هي الورك بيرفورمانس داتا اللي هي بتجيلي من موقع؟ زي ايه؟ زي عدد ونوع الموارد اللي تم استخدامها في المشروع. طيب هتقول لي دلوقتي طب انا محتاجها في ايه؟ لا انا محتاجها، انا هنا بعمل كنترول، هل عدد الموارد اللي انا كنت مخطط ليه ان هو يشتغل على الاكتيفيتيز دي ونوع، هل هم دول اللي اشتغلوا بالعدد ده وبنوعها ده، ولا في فيرينس، في انحرافات، في اختلافات؟ فمحتاج اعرف، محتاج احلل الكلام ده، مظبوط؟ تمام. عندي ايضا من ضمن الانبوتس الموجوده في العمليه دي البروجكت دوكيومنتس، بعض المستندات. اول حاجه عندي الاشي لوج، سجل المشاكل. ممكن يبقى ظهر عندي بعض المشاكل زي مثلا نقص في الموارد الموجوده عندي، في نقص في الريسورسز لازم طبعا بتكون موجوده من ضمن المشاكل، او تاخيرات في المواد الخام او في الماتيريال. يعني انا عايز اقول ان اي مشاكل عندك بتسجلها عشان اعمل كنترول ونشوف. تاني حاجه الفيزيكال ريسورس اساينمنت، اللي هي ايه الفيزيكال ريسورس؟ لما نتكلم على فيزيكال هنتكلم على ايه؟ على زي مثلا الاكويبمنت، تمام، بنتكلم على المعدات اللي احنا استخدمناها والماتيريال وكل الكلام ده. طبعا هنا هيديني الماتيريال اللي تم استخدامها والمعدات ودرجة الاستفادة منها حسب كم، يعني بس طبعا ده الفعلي درجة الاستفادة، وطبعا يعني حسب ما اشتغلت في المشروع عشان اعمل عليها اناليسز ونشوف هل هي فعلا شغالة بنفس الكفاءة اللي انا كنت عايزها ولا لا، ولا في اختلاف. هنتكلم على البروجكت سكادول، يعني الجدول الزمني. دايما لما نتكلم على جدول زمني هنتكلم على وقت. هل انا التيم ممبرز او الريسورسز اللي انا كنت مخصصها دي، هل هي اشتغلت في الوقت اللي انا كنت عايزها فيه ولا لا؟ الريسورس ريكويرمنت، متطلبات الموارد. طبعا هنا برضو بتكلم على الموارد اللي احنا كنا محتاجينها في المشروع، الموارد والمواد والمعدات واي حاجه كنا محتاجينها من المواد اللازمه.
طبعا الريسك ريجستر اي مخاطر سواء سلبية او ايجابية ممكن تأثر على المعدات او التيم ممبرز. طيب دلوقتي هندخل على ايه الاناليسيس. دايما لما يعني بتكلم على كنترول هتكلم على اناليسيس تحليلات، يعني صعب تلاقي كنترول من غير اناليسيس، يعني احنا هنا محتاجين احنا نحلل. انا هنا حابب ابدا بالبرفورمانس ريفيو. انا هنا هيتم مراجعات الاداء، انا هنا في شابتر الريسورسز فهيتم مراجعات ايه؟ هراجع الاداء بتاع الريسورسز، يعني هيتم عمل مراجعات وقياسات ومقارنات وتحليل. انا هنا في كنترول يعني هيتم مقارنه البلان بالاكشوال، هيتم مقارنه الاستخدام الموارد المخطط ليه بالاستخدام الفعلي للريسورسز ده، وايضا هيتم تحليل الكوست التكلفه والجدول الزمني. لازم يبقى عندي، لازم اطلع بمعلومات عن الكوست عن التكلفه والجدول الزمني عشان اعرف ايه هي المشاكل اللي هي اثرت على الاستخدام الامثل للموارد عشان اقدر اخد ايه؟ اقدر اخد كوركتيف اكشن. طيب دلوقتي لما قارنت البلان بالاكشوال مش ممكن يطلع عندي انحرافات، مظبوط؟ في عندي انحرافات فلازم اشوف لها حلول، فلازم اشوف حلول، اشوف حلل كده، فاكيد هيحصل عندي حل البدايل. انا مثلا شفت حل واحد، حل اتنين، شفت اربع خمس حلول، فعايز اختار افضل حل ممكن استخدمه. تمام، تقريبا شايف تقريبا حصل مشكلة. طيب احنا فين وقفنا يا شباب؟ فين وقفنا؟ عند ايه؟ وقفنا عند ايه يا شباب؟ عند الصفحة دي. طيب اوكي نكمل مع بعض. تمام طيب حاضر اوكي. طيب اوكي هنكمل دلوقتي. دلوقتي لما عملنا مراجعات للأداء أنا بقارن استخدام الموارد اللي هو المخطط ليه مع الاستخدام الفعلي للموارد، وأيضا هيتم تحليل الكوست والسكادول بيرفورمانس، يعني هنحلل أداء التكلفة والجدول الزمني عشان أطلع وأعرف إيه هي المشاكل اللي أثرت على الريسورس أو أثرت على استخدام الموارد. طيب مش طبيعي إن ممكن يحصل عندي فاريانس، يحصل اختلافات ما بين البلان والاكشوال. طيب لما بيحصل عندي انحرافات كبيره فمحتاج ان انا اخد ايه؟ كوركتيف اكشن، مظبوط، ولازم اشوف حلول. فانا عندي كذا حل ممكن استخدمهم، فايه هو افضل حل ممكن استخدمه؟ فهروح لتحليل البدائل. هل انا مثلا لو عندي مشكله في الاستخدام الامثل للموارد فمحتاج ان انا اخد كوركتنج فاريانس ان ريسورس اوتوريزيشن، يعني عايز استخدم دلوقتي افضل حل ممكن اعمل ايه؟ هل ممكن اشغل الناس دي وادفع لهم اوفر تايم، ولا محتاج ان انا اجيب موارد او اضيف موارد زيادة، عندي تأخيرات في الجدول وهكذا. ففي عندي انا عايز اعالج الفاريانس، اعالج المشكلة، فهو ده الموضوع تحليل البدائل. طيب هل انا هختار اي حل كده وخلاص، ولا لازم اشوف كام هيكلفني وكام هيديني بنفيت؟ طبيعي جدا طالما عندك تحليل بدائل وهختار طريقة ولازم اشوف كام هتكلف وكام هتجيب لي بالاخر كده. هي تحليل بشوف ايه هو افضل كوركتيف اكشن. انا هنا كان عندي فاريانس، شفت حلول، فعايز اشوف افضل كوركتيف اكشن او افضل حل من ناحية الكوست. تمام، في حالة ايه؟ في حالة وجود ديفيشن او حاله، او لما بيحصل عندي انحرافات.
واضح كده. عشان كده انا بدأت من هنا، بعد كده رحت لدي، بعد كده رحت لدي، عشان ابسط لك الامور، ان الامور مش محتاجه حفظ اطلاقا، الامور محتاجه انك تفهمها كده. انا بقارن، بطلع بانحرافات، بشوف حلول، افضل حل هو افضل حل من ناحيه الكوست بس كده. هو ده موضوع تحليل البدائل والكوست بينفيت اناليسيز والبرفورمانس ريفيو. طيب دلوقتي عندي ايضا نوع تاني من تحليلات، هو التريند اناليسيز. طبعا كلنا عارفين ان هو بيتم فيه تحليل الاداء مع الاوفر تايم. اوفر تايم يعني مع الوقت، عشان اشوف هل الاداء بيتحسن ولا الاداء بينحدر. طيب في حاله الاداء، الاداء ماله بينحدر او الاداء مش تمام، فلازم اعرف او احدد الريسورسز نيدد اللي انا محتاجها ايه، وطبعا هبدا اشوف حلول، اخد اكشن، اشوف افضلها ايه من ناحيه الفلوس وهكذا. تمام، هو ده موضوع الداتا اناليسيس بشكل مختصر. طبعا في حاجه مهمه دلوقتي، لما باجي اشوف اداء المشروع مش باخد يعني معلومات من دماغي، لا هي اصلا معلومات باخدها based on current performance information. يعني ايه؟ يعني اصلا في اداء عندي في المشروع من الشهور اللي فاتت، مظبوط، فعلى اساسه بقدر اتوقع، بقدر اعرف الاداء المشروع ده ماشي كويس ولا لا. تمام، وعلى اساسه ايه اقدر اخد ايه، اقدر اخد قرار. طيب دلوقتي ندخل على التولز والتكنيك اللي بعد كده. في عندي تولز وتكنيك اللي هو البروبلم سولفينج، حل المشاكل. ممكن يحصل عندك مشاكل، ممكن تبقى انترنال من داخل المؤسسه او من داخل الشركه، او ممكن يحصل عندك مشاكل من بره اكسترنال، مشاكل خارجيه. طيب هندخل او هنبدا بالمشاكل الانترنال. ممكن يبقى زي ايه؟ مشاكل داخليه، في انت مثلا كان عندك مشاكل حصلت مثلا بسبب تخزين للماتيريال او المواد بشكل غير جيد، دي مشاكل انترنال، مشاكل داخليه، مظبوط. وممكن تبقى مشاكل خارجيه، زي مثلا انت كنت متعاقد مع موردين، المورد ده مثلا اشهر افلاسه او ما عادش شغال، او حصل عندك ضرر بالماتيريال اللي عندك بسبب مثلا ظروف الطقس او المناخ ما كانش جيد، فكل دي مشاكل جايه لك من بره. طيب ايا كان شكل المشكله، داخليه او خارجيه، يعني ازاي هنحلها؟ في بعض الستيبس او بعض الخطوات اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نحل المشكله، سواء ايا كان داخليه او خارجيه. اول حاجه بنعرف ايه هي المشكله، identify the problem. بعد كده بيتم تجزئه المشكله او تكسيرها لاجزاء صغيره عشان اقدر ان انا ادير المشكله دي. بعد كده بجمع عن المشكله دي بعض الداتا او البيانات. بعد كده بعمل لها تحليل عشان اشوف ايه هو الروت كوز او السبب الجذري او الاساسي للمشكله دي كان ايه. بعد كده بحل المشكله، بشوف افضل حل ايه. انا مثلا شفت كذا حل، اخترت الحل المناسب. بعد كده بعمل تشيك او بشوف هل الحل ده كان افكتيف، كان فعال ولا، وطبعا المشكله اتحلت ولا محتاج ان انا اشوف حل تاني للمشكله دي. فده كانت ايه بشكل مختصر كده موضوع او خطوات حل المشكله اللي بتحصل في المشروع. فلازم مدير المشروع يبقى عارف بعض الخطوات دي عشان يتعامل مع اي تو ديل ويز بروبلم سولفينج. وبكده بقى احنا خلصنا اخر عمليه موجوده معانا النهارده، وهي العمليه رقم 6، الكنترول ريسورسز.